سوريا ناماسكار. سوريا أو الشمس هي مصدر طاقة لجميع الكائنات الحية التي تعيش على الأرض. سوريا ناماسكار تساعد على النمو المتجانس لجسدنا وتركيز عقلنا وحدية ذكائنا. سوريا ناماسكار مهمة لتطورنا الروحي، تتكون من مجموعة من 8 وضعيات يوغا تنفذ عن طريق سلسلة من 12 خطوة، تعد ممارستها في وقت شروق الشمس وغروبها أكثر فائدة. قف مستقيماً بكلا القدمين معاً دون أن تتدلى كتفاك. تأكد أن ذراعيك بجانب جسمك وذقنك موازية للأرض. وازن جسدك بالتساوي على قدميك. هذه ساماستيتي. للقيام بالخطوة الأولى أثناء الشهيق، ضع راحتا يديك أمام الصدر ملتصقتين ببعضهما في ناماسكارا مودرا. هذا يسمى برانام آسانا. الآن زفير. في الخطوة الثانية أثناء الشهيق ببطء، مدد جسدك من الخصر للأعلى. ارفع كلتا يديك فوق رأسك. أثني رأسك وخصرك للخلف. حافظ على ساقيك مستقيمتين. هذه الآسانا تسمى هاست أوتاناسانا. الآن للخطوة الثالثة، خذ شهيقا ببطء واحني جسدك للأمام حتى تلمس راحتا يديك الأرض على جانبي قدميك. تأكد أن تنزل ذراعيك ورأسك للأسفل في نفس الوقت. تسمى هذه الآسانا باد هاستاسانا. الخطوة الرابعة، في هذه الخطوة بينما تأخذ نفسا عميقا، حرك ساقك اليمنى للوراء وأرخي ركبتك على الأرض. تأكد أن الساق اليمنى مسنودة على أصابع القدم، وركبة ساقك اليسرى بزاوية 90 درجة، وكلتا راحتيك على الأرض، والوركين للأسفل والذقن للأعلى. هذه تسمى أشوا سانشالان آسانا. في الخطوة الخامسة أثناء الزفير، حرك ساقك اليسرى بنفس الطريقة لتطابق الساق اليمنى. تأكد من أن يديك وكتفيك في خط مستقيم، وأن الكتفين والظهر والوركين في خط مستقيم أيضاً. تسمى هذه الآسانا سانتولان آسانا. في هذه الوضعية خذ شهيقاً ببطء. الخطوة السادسة، خذ زفيراً ببطء. ضع كلتا ركبتيك على الأرض بنفس الوقت، وضع صدرك وجبينك على الأرض. تأكد أن الوركين للأعلى وأن المرفقين قريبين من جسدك. تسمى هذه الآسانا شاستانغ ناماسكار، لأن 8 أجزاء من جسمك وهم أصابع قدميك، كلتا الركبتين وكلتا الراحتين والصدر والجبهة على اتصال مع الأرض. احرص أن يكون وزن جسمك موزعا بالتساوي على جميع الأجزاء 8. الآن للخطوة السابعة أثناء الشهيق، حرك الحوض للأسفل مع تحريك رأسك وصدرك للأمام. ارفع الجزء العلوي من جسدك حتى السرة. تأكد من أن أصابع قدميك تشير إلى الخارج والساقين مستقيمتان. هذه الآسانا تسمى بوجانغ آسانا. الخطوة الثامنة أثناء الشهيق ببطء، ضع أصابع قدميك للداخل. ارفع الوركين إلى الأعلى ليأخذ جسدك شكل الجبل. تأكد من أن ساقيك مستقيمتان وراحتيك على الأرض والرأس بين الذراعين. حاول أن يلمس كعباك الأرض. هذه الآسانا تسمى بارفاتا آسانا. للخطوة التاسعة، أنزل الوركين للأسفل، وأثناء الشهيق حرك ساقك اليمنى للأمام مع إبقائك الركبة اليسرى على الأرض والعودة إلى أشوا سانشلان آسانا. الخطوة العاشرة، في هذه الخطوة حرك ساقك اليسرى للأمام، وأثناء الزفير عد لوضعية بادهاستاسانا. الخطوة الحادية عشرة، أثناء الشهيق ببطء ارفع جسدك
ارفع يديك للأعلى وعد إلى هاست أوتاناسانا. تأكد أن ترفع ذراعيك ورأسك معا في نفس الوقت. الخطوة الثانية عشرة: أثناء الزفير ببطء قف مستقيما بوضعية برانام آسانا. الآن كرر التسلسل كاملا مع ساقك اليسرى. سوريا ناماسكار تزيد من سعة رئتيك. سوريا ناماسكار تحسن الأيض، ووجد أنها مفيدة جدا في التحكم بمرض السكري. تنظم سوريا ناماسكار إفرازات الغدد الصماء. سوريا ناماسكار تساعدك على التحكم بوزنك وتساعد على تقوية عضلات العمود الفقري والظهر. على مرضى ارتفاع ضغط الدم، أخذ الاحتياطات أثناء القيام بسوريا ناماسكار. على مرضى الفتق والقرحة الهضمية، تجنب القيام بسوريا ناماسكار. على مرضى عرق النسا والتهاب الفقار العنقي وكذلك التهاب المفاصل الحاد، تجنب القيام بسوريا ناماسكار. على النساء، تجنب القيام بسوريا ناماسكار خلال فترة الحيض وأثناء الحمل. تساعد الممارسة المنتظمة لسوريا ناماسكار على إزالة السموم من جسدك والتخلص من الكسل، وبالتالي تنشط الجسم بأكمله. ديانا أو التأمل هو شكل من التأمل المستمر. ديانا تضم ثلاثة أشياء: عدم إدراك الأشياء المحيطة والحالة الداخلية، وعي قوي بما يثبت العقل عليه، وتجنب سرحان الذهن لأفكار أخرى. ديانا تساعدك على إيجاد السلام والوئام الداخلي. اجلس في وضعية بادماسانا، وهي وضعية تأملية، وبصرف النظر عن بادماسانا يمكن أن تؤدي ديانا في أي وضعية تأملية أخرى مثل سوكاسانا أو فاجراسانا. من لا يستطيعون الجلوس على الأرض يمكنهم ممارسة ديانا جالسين على كرسي. أثناء الجلوس بوضعية بادماسانا، تأكد أن عمودك الفقري مستقيم بشكل مريح، وأن الذراعين والكتفين مسترخيان، وأن رأسك بوضع مستقيم وعينيك مغلقتان. كما يمكنك أن تسند على الجدار للحفاظ على عمودك الفقري مستقيما. الآن لوضع يديك بديانا مودرا، تأكد أن الأصابع تلامس بعضها بطريقة مريحة. حرك راحة يدك اليسرى بالقرب من منطقة أسفل البطن ودعها ترتاح على ساقك اليسرى، ثم ضع راحة يدك اليمنى فوق راحتك اليسرى. هذه تسمى ديانا مودرا. تأكد أن الجسم كله مسترخ. اجذب الوعي لجسدك من الرأس إلى أصابع القدم. سيساعدك هذا على جذب الانتباه إلى الداخل وتجاهل العوامل الخارجية. الآن كن مدركا لتنفسك الشهيق والزفير، واجعله عميقا وبطيئا. واصل هذه العملية حتى تصل للحد الأدنى من التنفس. دون التركيز على أي شيء بوجه الخصوص، حافظ على التركيز المعتدل بين الحاجبين مع استمرار إدراكك للتنفس. الآن راقب تفكيرك، حاول البقاء مع الأفكار الحسنة والإيجابية. كلما استمررت في ديانا، سيبدأ عقلك بالهدوء وسيقل نشاطك العقلي، وقد تتلاشى الأفكار تماماً. ستشعر باسترخاء تام، متأملا وبلا توتر. ديانا أو التأمل هو أهم جزء والذي لا يتجزأ من ممارسة اليوغا. تنفس بشكل طبيعي، ثم حاول الجلوس بهذه الحالة لأطول فترة ممكنة. ديانا تجدد كل من الجسم والعقل، وتساعد على تحسين التركيز، وتساعد على تعديل السلوك. ديانا تبقيك بعيداً عن المشاعر السلبية، كما أنها تساعدك في القضاء على الغضب
والخوف والاكتئاب والقلق، وتطور العواطف الإيجابية وتساعدك على تحقيق السلام الداخلي، وتقوي الذاكرة وقوة الإرادة ووضوح الفكر، كما تساعدك على أن تصبح أكثر إيجابية وإنتاجية. ديانا تحسن جودة نمط حياتك. الممارسة المنتظمة لديانا تحافظ على هدوء عقلك وتؤدي إلى تحقيق الذات، وهو هدف ممارسة اليوغا.